النهارده من هذا المكان أقول بأن العالم الذي كان يحبس أنفاسه وكان يسير على أطراف أصابعه وكان يعدد الخسائر بالمليارات بقول للعالم بقول لكل بيوت الخبرة بقول لكل المؤسسات الدولية بقول للأمم المتحدة بقول للأمريكان بقول للاتحاد الأوروبي بقول للوكالات العالمية بقول لهم من فضلكم عرفتوا قيمة قناة السويس الإجابة نعم لكن بقول لكم من هنا من هذا المكان ومن هذا المنبر ادعو العالم ان يمنح جائزه نوبل للسلام لهيئه قناه السويس المصريه. جائزه نوبل للاقتصاد عندنا نوبل للسلام عندنا نوبل في الفيزياء نوبل للاقتصاد لانه ما قام به رجال قناه السويس باعاده حركه الملاحه في القناه تحرير هذه الباخره انقذ العالم من كارثه ومن كوارث اقتصاديه، ربما ادخلت العالم في ازمه تناظر الازمه التي حدثت في 2008، ادعو المؤسسات المصريه المعنيه ان هي ترشح هيئه قناه السويس الى الحصول على جائزه نوبل للاقتصاد. ربما تكون جامعة القاهرة ربما تكون جامعة عين شمس ربما يكون أي مؤسسة أخرى ربما أنا لا أدري لكن لابد أن يكون هناك ترشيح لهذه الهيئة أن هي تحصل وهذا حق واضح ما أنجزه رجال قناة السويس أتصور أنه إعجاز مصر عندها إمكانيات بشرية غير موجودة في العالم الحمد لله الحمد لله وكان صوت مصر صوت خافت مش زاعق ما كناش بنتاجر تخيل معي لو انه هذه الازمه في اي دوله اخرى كنت هتشوف البروباجندا اللي بتتعمل لكن احنا في مصر بنشتغل في صمت في هدوء لان احنا عايزين ننجح هدف مصر تحرير حركه التجاره المكبله المقيده المخنوقه المنخنقه ده كان دور مصر